تصل الكرة عند أباتي، أمامية ومحاولة وخطيرة للميلان عند تشيرشي الآن، والكرة تبعد من جانب ألبرتو مومي. مخالفة على الميلان، هنا كرة ناضية لم يكن متسللا تشيرشي على الإطلاق، مر وتقدم وسدد والحارس ميسيرولي يحاول أن يمرر الكرة بينية ممتازة وعلى الطرف عند فيرساليكو، خطيرة الكرة، خطيرة جدا من جانب بافوليتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة جدا على مرمى الميلان، خطيرة جدا على مرمى الميلان العرضية، والتحرك الممتاز من جانب بافوليتي لديونغ الآن تنقل شعراوي يملك الكرة الآن يمرر تمريرة في هذا المكان خطيرة وتسديدة ضاعت الفرصة الخطيرة من جانب باتزيني، ضاعت الفرصة الخطيرة من جانب باتزيني وذهبت إلى خارج أرضية الملعب وتحت أنظار مينيز في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب، الفرصة الخطيرة بالقدم اليسرى التسديدة من جانب باتزيني لكن مرت، سيحتاج مينيز ربما لكن عندنا الشعراوي يمر يتقدم إلى الأمام، الشعراوي خطير تسديده، أوه يا ستيفان، أوه يا شعراوي أنت أفضل لاعب في شوط المباراة الأول، ومع متابعة باغاتوزو نجم ميلان نجم الإيطالي الكبير يتابع وأكيد يتحسر على ضياع هذه الفرصة الخطيرة جدا من جانب الشعراوي من زمن الشوط المباراة الأول، انتظار لحد الآن، انتظار لحد الآن، كرة من جانب ديونغ ينقل كرة على الجهة اليمنى عند تشيرشي العرضية خطيرة وفرصة، بطولة الكاس يفتتح التسجيل باتزيني، الله اللعبة والله الكرة في المكان البعيد في الزاوية البعيدة على حارس المرمى تشيرشي يلعب العرضية باتزيني مباشرة في المرمى لأن يتقدم الروسونالي بالهدف الأول على حساب سازولو، حاول ان ينقل الكره الى الامام، الميلان اكثر استحواذ على الكره، شعراوي اليوم رايق، شعراوي رايق يمرر على اليسار، محاوله للميلان عرضيه وخطيره تشيرشي، الله الله ضاعت، ضاعت على تشيرشي وضاع الهدف الاول للايطالي تشيرشي مع الميلان بعد قدومه من اتلتيكو مدريد، وضاع الهدف الثاني، ضاع الهدف الثاني، لاحظ الكرة صدمت في القائم ومرت سليمة على مرمى ساسولو في اللقطة الماضية، وبالتالي فرصة هدف ثاني تضيع، تقطع وتعود من جانب أليكس لتشيرشي يملك الكرة الآن ينطلق ويمرر ممتازة والعرضية حاضرة خطيرة، ضاعت، ضاعت على باتزيني الكرة العرضية المثالية على راس باتزيني لكن حارس المرمى يتدخل، بونافنتورا تقطع الكرة من أمامه وتعود مرتدة لمصلحة سانسولو عند سانسوني، الآن سانسوني يمر، سانسوني خطير، سانسوني فرصة لسانسولو والكرة ليد أبياتي، خطيرة، خطيرة جدا لسانسوني الخطير، كاد ان يعدل النتيجه الحديثي الان، هنا الكره الخطيره جدا اللي كانت لمصلحتي ساسولو بينما هنا الكره اللي كانت قبلها براس باتزيني، براس باتزيني لكن الحارس كان موجود في المكان المناسب البرتو بوميني، ديونغ ينقل الكره للشعراوي ممتازه في المكان المناسب
شعراوي يحاول المرور، مر على اليسار، مر وتقدم خطيرة لميلان. العرضية ما زالت متاحة، لكن التغطية على بونافنتورا. يعيد كرة ميسيرولي على الجهة اليسرى الآن، عرضية خطيرة جدا من جانب بافوليتي لكن إلى خارج الملعب. عرضية ممتازة في المكان المناسب لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى لمصلحة أبيات الميلان، يتقدم بهدف مقابل بلاش. الشوط الأول والثاني، نحن الآن مع الربع ساعة الأولى من زمن يشوف المباراة الثانية مرت، وبالتالي تمر كرة سريعة لمصلحة الميلان ممتازة وخطيرة عند باتسيني، يسدد مباشرة على المرمى لكن الحارس يتدخل. لوكاري يملك الكرة الآن، لوكاري ويلعب كرة بينية ومحاولة وخطيرة وضربة جزاء لساسولو. حكم المباراة يعطي ضربة جزاء لساسولو، ضربة جزاء لساسولو. فابوليتي يتحصل على ضربة جزاء، وعندنا التدخل في اللقطة الماضية من جانب زاباتا. هنا الكرة وهنا اللقطة، والحكم زاوية الرؤية له كانت واضحة، وبالتالي لاحظ التدخل من جانب زاباتا. هل كان في اعذار على بابوليتي؟ سانسوني أمام أبياتي، هل يستطيع التسجيل؟ سانسوني كل مرمى، هدف تعادل لمصرعة ساسولو. أباتي يملك الكرة الآن، أباتي يبحث عن الكرة، عرضية يمرر في هذا المكان، خطيرة لتشيرشي الآن، التسديدة موجودة والبرتو بوميني يمسك الكرة الأرضية، تسديدة قوية من جانب تشيرشي، فكر بالتسديد سدد لكن الكرة وصلت عند الحارس. 9 أهداف في بطولة الدوري مع الميلان. الفرنسي لكن خطأ الآن موجود، الكرة تلعب، تسديدة قوية جدا، وحارس المرمى ألبرتو بوميني يبعد الكرة إلى خارج أرضية ملعب ساسولو. تسديدة قوية، الحارس أبعد. بافوليتي يعيد الكرة لبلوكاري، بلوكاري على الطرف ينقل كرة ومحاولة خطيرة جدا، ميسيرولي عرضية وخطيرة، وأبياتي يتدخل يبعد الكرة إلى ضربة زاوية خطيرة جدا على مرمى ميلان، لكن أبياتي يبعد الكرة إلى ضربة زاوية، وعلى يسار أبياتي ضربة الزاوية عند سانسوني، يلعب الكرة العرضية خطيرة ورأسية، ومرة أخرى الكرة انطلاقة ومحاولة تمريرة من جانب يونديني لأليساندرو لونجي، عرضية وخطيرة مرة سليمة على مرمى ميلان وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. زاباتا كاد أن يودع الكرة في المرمى، كاد أن يودع الكرة في مرمى ميلان، وبالتالي يعني الدقائق القادمة صعبة جدا. ألف عند ميسيرولي، تغطية موجودة عليه، كرة تفتك منه وتسديدة قوية جدا لكن أقرب إلى يد الحارس. إلى خارج أرضية الملعب ذهبت الكرة إلى ضربة زاوية وضغط من جانب ميلان. الشعراوي يملك الكرة الآن، يمرر في هذا المكان، فرصة خطيرة لميلان. هدف ومتابعة ممتازة من
الجانبي الهولندي ديونج مباشرة في المرمى. نايجل ديونج يسجل أي هدف يعني خطى راؤول، ثم بعد ذلك كريستيانو رونالدو وميسي أصبح في المرتبة الرابعة. لكن كرة أمامية الآن طويلة تقطع وتعود، ديونج يملك الكرة الآن وحكم المباراة مطلق الصافرة. الآن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورت، ميلان ينتصر في المباراة الأولى في دور 16 في بطولة كأس إيطاليا على حساب ساسولو بهدفين مقابل هدف لذا مصلحة ساسولو. مبروك.